السلام عليكم اخواتي، كي داير لاباس عليكم؟ نتمنى تكون اموركم واحوالكم طيبه يا رب. رجعت لكم بعد غيبه طويله. استسمح اخواتي، السبب هو سفري لفرنسا من بعد التخرج ديال الزوج ديالي. قضيت صراحه عطله جميله جدا، وصورت لكم بعض المقتطفات والجوله بالبيت. نتمنى تكون فرجه ممتعه لكم. لحظة وصلنا للفيلا اللي تم استئجارها من طرف الزوج ديالي والأخ ديالو. جمعنا العائلتين مع بعض وقضينا صراحة عطلة جميلة جدا لا تنتسى. بالنسبة للفيلا كتواجد في منطقة اسمها سان ساردوس، وكما واضح لكم الأخوات في الفيديو، البيت والحديقة والمدخل ديالهم صراحة مساحة ديالهم كبيرة جدا وأكثر من رائعة. عدا البيت كيحتوي على جميع المقومات ديال الراحة والاستجمام اللي كيطمع فيهم أي إنسان حابب يقضي عطلة جميلة ويتمتع بها ويرتاح. نخليكم مع الجولة في البيت.